السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا عن بلاد بونت. وزي ما قلنا في الحلقات دي هنبدأ نفصل نتكلم في الجزئيات الصغيرة اللي ضاعت في الفيديو الكبير اللي مدته ساعتين اللي كان معمول عن بلاد بونت، وبنتكلم في الوقت الحالي عن رحلات الملوك غير حتشبسوت اللي أرسلوا بعثات لبلاد بونت. والنهاردة مع واحدة من أهم الرحلات، هي رحلة الملك رمسيس الثالث. الملك رمسيس الثالث هو تاني ملك من الأسرة العشرين، يعتبر آخر ملك في عصر الدولة الحديثة، آخر ملك قوي لمصر، الملك اللي قهر شعوب البحر وسيطر على مناطق كتيرة من آسيا لحد وبعده انهارت الإمبراطورية المصرية وانزوت مصر مع نهاية فترة حكمه. الملك رمسيس الثالث اللي يهمنا عنه النهاردة هي رحلته إلى بلاد بونت واللي أرسلها، والرحلة دي كانت واخدة خط سير مختلف تماما عن باقي الرحلات. فالملك رمسيس الثالث ما بدأش رحلته من مصر، وبدأ رحلته من المكان اللي بيقول عنه الماء المعكوس من النهرين. ففي الغالب الماء المعكوس ده هو الفرات، وبالتالي فمن المفترض ان هو استغل اخر حدود الامبراطورية المصرية عند نهر الفرات ومشي بالمركب بتاعته، لف من الخليج العربي، ومهما كان مكان بونت هو رجع ونزل في قفط ميناء المصري على البحر الاحمر. خط السير مختلف جدا عن باقي الخطوط لدرجة أربكت الناس، يعني في ناس كتير بدأت تقول لأ في حاجة مختلفة، هل فعلا بونت دي في الصومال ولا ممكن تكون في شبه الجزيرة العربية في عمان مثلا أو في اليمن، أو ولا ممكن تكون في الهند؟ ايه اللي يخليه ياخد خط السير البعيد ده رغم ان مصر زي ما قلنا كانت مسيطرة على اماكن توصل لحد نهر الفرات؟ عموما هنشوف مسار الرحلة والسجلات اللي مكتوب عليها، بعد كده ممكن نبقى نتكلم في النهاية. في برديات رمسيس الثالث بيتكلم عن نفسه، بيقول: وبنيت سفنا ذات سطح واحد وزوارق امامها يقودها نواتي عديدين، نواتي جمع نوتي وهو البحار، واتباع كثيرون، وكان ضباطهم البحريون معهم، ويسحبهم مفتشون وصغار الضباط يعطونهم الأوامر، وقد كانت محملة بمنتجات مصر التي يخطئها العد، إذ كانت تعد بعشرات الآلاف، وقد أرسلت إلى البحر العظيم ذي الماء المقلوب. تحت بيقول لنا الماء المعكوس او الماء المقلوب هو نهر الفرات، وعلى ذلك يكون البحر العظيم ذو الماء المقلوب هو المحيط الهندي الذي يكون الخليج الفارسي جزء منه. الخليج الفارسي هو قصده الخليج العربي، يعني هو بيتكلم ان البعثة دي طلعت من الخليج العربي. وقد وصلوا الى بلاد بونت ولم يصبهم اذى، سالمين وحاملين الرعب لكل من يعارضهم، وقد حملت السفن والزوارق بمحاصيل أرض الإله. المفروض وقد حملت السفن والزوارق بمحاصيل أرض الإله من كل الأشياء العجيبة لبلادهم، منها مر بونت الكثير محملا بعشرات الآلاف مما يخطئ العد، وأولاد رؤساء أرض الإله صاروا أمام جزيتهم متقدمين نحو مصر، وقد وصلوا في سلام إلى مرتفع أرض قفط، صحراء قفط، ودي بيشير فيها إلى البحر الأحمر، نهاية طريق قفط حيث كانت تفرغ البضائع من السفن، ومن ثم إلى طريق النيل. وقد رسوا في سلام حاملين الأشياء التي أحضروها، وكانت قد نقلت عن طريق البر على حمير ورجال، وشحنت في سفن على النيل عند ميناء قفط. وقد أرسلت في منحدر النهر قدما أرسلت في منحدر النهر قدما ووصلوا في وسط الابتهاج، وأحضروا بعض الجزية أمام الحضرة الفرعونية بمثابة أعجيب، وكان أولاد أسائهم.
يعني كالعادة عمل استعراض عسكري للبحر، اللي هو بيقولوا إن البعثة بدأت أو أرسلها إلى البحر المقلوب. لو هنا فرضنا إن ده نهر الفرات، فإحنا بنتكلم إنها دخلت الخليج العربي، يا إما هو بدأها من ناحية الخليج العربي زي ما قلت من البداية، يا إما معنى تاني إنها طلعت من البحر الأحمر ووصلت لمنطقة الخليج العربي. فيبقى ده نص صريح إن ممكن بلاد بونت تكون موجودة في عمان حاليا أو في اليمن أو في أي مكان على الخليج الهندي، على المحيط الهندي آسف، أو تكون بدأت من الشمال فعدت من الخليج العربي، وساعتها هي تساوى التلات أجزاء، سواء الهند سواء اليمن سواء الساحل الشرق الافريقيا في منطقه الصومال، ان هم يكونوا بلاد بونت. اللي يهمنا ان رمسيس الثالث ارسل بعثه كبيره لبلاد بونت وجت محمله بالمر وباللبان وبالبخور اللي كانوا بيستخدموه في المعابد كقرابين للآله. كمان في نص تاني في برديه هارس، وبرديه هارس هي واحده من اطول البرديات اللي اتوجدت، واللي بتذكر تقريبا اغلب الاعمال اللي عملها رمسيس الثالث في حياته، كان بيتكلم عن التقديمات او الاشياء اللي قدمها المعبد الاله امون رع الموجود في الاقصر. فبيقول له: وقد قدت اليك بلاد بونت محمله باشجار المر لكي تحيط بيتك كل صباح بالعبير، وغرست لك جميزا معطرا في ودهتك، وإنهم لم يروها أي الأشياء بنت من قبل منذ الإله، أي منذ زمن رع عندما خلق الدنيا. وكان بيقول: وصنعت لك سفن نقل وسفن مسطحة وزوارق مزودة برماة مسلحين بأسلحتهم على الأخضر العظيم. انا كملت جزء الاخضر العظيم ده عشان اقول لكم يا جماعه في خلاف حوالين اسماء البحار بالنسبه للدوله للحضاره المصريه القديمه. فالاخضر العظيم مثلا عند الدكتور زاهي حواس هو البحر الاحمر، عند الدكتور سليم حسن، وده المرجع اللي احنا بنتكلم فيه دكتور سليم حسن موسوعه مصر القديمه الجزء السابع، ده المصدر بتاع اللي انا جايب منه الملخصات او المقتطفات دي. عنده البحر الاخضر العظيم هو البحر المتوسط. رأيي الشخصي انا بميل لكلام دكتور سليم حسن، لان بالفعل البحر المتوسط لما بتشوف ميته بتلاقي لونها اخضر، عكس البحر الاحمر بتلاقي لونها احمر، فبالتالي صعب يقولوا على الاحمر اخضر الا لو كان عندهم عمى الوان. دي وجهة نظري، لكن المسميات بتختلف. وخصوصا ان هنلاقي في بقية النص بتاع الاخضر العظيم هنا انه جاب ممتلكات بلاد زاهي. زاهي قلنا في نقيا اللي هي لبنان حاليا، فاكيد اللي بيوصل للبنان هو البحر الابيض مش البحر الاحمر، فيبقى البحر الاخضر العظيم انا اميل ان هو البحر الابيض المتوسط، وان كان بعض الاثريين المصريين وعلماء المصريين بيقولوا عليه البحر الاحمر. طيب نرجع للنص بتاع محاصيل بونت بقى بعد الاستطراد اللي ملوش اي ستين لازمه ده بالنسبه لكم، يعني بالنسبه لموضوع الحلقه، ان رمسيس التال بيقول انه استحضر اشجار من بلاد بونت وزرعها في ودهة معبد الكرنك، ونفس الموضوع ده قامت بيه حتشبسوت بس زرعت الأشجار بتاعتها عند معبد الدير البحري. فواضح إن فكرة إنك تجيب أشجار عطرية من بلاد بونتو تزرعها دي كان كذا ملك عملها. زي ما قلت بالنسبة لرمسيس الثالث الاختلاف بالنسبة له هي فكرة الماء المقلوب، وكذا فرعون بيكلمنا انه وصل لمنطقة الماء المقلوب وضمها لممتلكاته. الماء المقلوب زي ما قلت ليها اكتر من تفسير. التفسير الاول بتاعها ان الماء المقلوب ان المصريين شايفين ان المية بتتحرك،
من الجنوب للشمال لأن ده اتجاه نهر النيل، وبالتالي أي نهر بيجي في اتجاه معاكس لنهر النيل هيبقى هيتسمى ماء مقلوب. بما إن أبرز الأنهار اللي بتمشي في عكس اتجاه النيل هو نهر الفرات، لأنه بيجي من الشمال من تركيا للجنوب عند الخليج العربي، مصبه في عند شط العرب في العراق وبيصب في الخليج العربي، فبالتالي الماء المقلوب بيكون هو الفرات. لكن لما بندقق الكلام ده جغرافيا بنلاقي ان تقريبا النيل واحد يعني ممكن يكون احد الانهار النادرة، مش عايز اقول الوحيد لان بيطلع فيه حاجات تانية مختلفة، يعني هو احد الانهار النادرة اللي بيمشي من الجنوب للشمال، باقي الانهار بتمشي بالعكس. فزي ما قلت في البداية، النص بتاع رمسيس الثالث بالذات بيطرح أسئلة أكتر ما بيطرح إجابات، يعني بيضيف عليك أسئلة غير الأسئلة اللي موجودة عن بلاد بونت. يعني احنا عارفين بلاد بونت كانت دايما الرحلة بتطلع من البحر الأحمر تنزل في الجنوب، سواء هتروح اليمن أو هتروح الصومال وترجع مرة تانية. ايه اللي يخلي ملك يطلع بره حدود مصر ويجيب الرحلة من هنا؟ هل الصحراء الشرقية كان فيها مشاكل؟ انت بتكتشف كمان ان الرحلة بعد ما بتلف الرحلة الطويلة دي وتيجي، ما هي بتنزل في الصحراء الشرقية مرة تانية وبعدين تتحمل للنيل، هنا نهر النيل، وبعدين تمشي مسافة الصحراء الشرقية للنيل. ايه اللي يخليه يتكبد عناء المسافة دي؟ هل بلاد بونت أقرب بريا؟ لما هو مرة تانية وتالتة ورابعة النص نفسه ملغز، النص نفسه محير العلماء، لدرجة إن البعض اعتقد إن بالمنظر ده بلاد بونت ممكن تكون هي العراق القديم أو سومر، رغم إن لا العراق ولا سومر ولا أشور ولا اسماء ولا كلد أكاد اللي هي بابل كانوا مشهورين بالعطور ولا باللبان ولا كانوا بيتاجروا فيه، هما نفسهم كانوا بيستوردوه من أماكن تانية. فأقرب التفسيرات هو اللي قاله دكتور سليم حسن، إنها مشيت من الخليج العربي أو وصلت لمنطقة في الخليج العربي، إن هو قال أرسلتها من أو أرسلتها إلى الماء المقلوب، ويبقى قصده بالماء المقلوب ان كانوا مفكرين ان الخليج العربي مكمل لنهر الفرات، فيعتبر كل المنطقة دي كده اسمها الماء المقلوب وتبقى بلاد بونت في المنطقة دي. في العموم قاعدين عرفنا النهاردة أحد الملوك اللي أرسله بعثة إلى بلاد بونت كان الملك رمسيس الثالث، تقريبا 300 سنة بعد رحلة الملكة حتشبسوت، هي 300 اللي شوية 250 سنة. طبعا كان في زي ما قلنا تحتمس الثالث بعت، وأمنحاتب الثالث جايبين النص بتاع أمون رع اللي كان معاه، اتعملت حلقة عنه اللي هو وحي أمون عن بلاد بونت. كانت الرحلات متتابعة متواصلة، هي مش رحلات قليلة ولا رحلات نادرة، هي حتشبسوت بس اللي أفرغت في الموضوع قوي وعملتها حملة ضخمة وعملت لها احتفالات كبيرة، فبان ان الموضوع كبير رغم ان كل الملوك كان في ملوك كانوا بيرسلوا بعثة واثنين وثلاثة وعشرة، وكان بيجي في عهدهم كمان تجار بونت بشكل مستمر وبيوردوا المر واللبان والبخور للمعابد لأن المعابد ما بطلتش. رمسيس الثالث في نفس بردية هارس بيقول إنه كان بيدي لمعبد أمون رع حوالي 6000 مكيال كل سنة عشان التقديمات للآلهة، 6000 مكيال من البخور والمر.
فمعنى كده ان كان في كميات كبيرة بتيجي منها، سواء هو كان بيرسل حملات، سواء تجار بونت كانوا بيجوا مصر. كده نبقى نهينا حلقتنا، اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، اتمنى ان ما تكونش حلقة طويلة. انا عارف ان انا وعدت بالامس ان احنا هنتكلم عن القانون في مصر بعد حلقة المحاكم، بس انا قلت ما يبوش الحلقتين حاجات غلسة كده، ناخد حاجة خفيفة عن رحلات بلاد بونت وبس. الى هنا تنتهي حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله.